مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، ها هي الانطلاقة لشوطنا السابع. تم اتبع شوطنا الحادي عشر عفوا، هنا تمت انطلاقتي هنا بهذا الاداء المميز. شوطنا الحادي عشر الخاص مشاهدينا ومتابعينا الكرام بالقعدان المحليات الاصايل لذاع، والخمسة كيلومترات هي الحاضرة في هذا التمهيدي المميز. نسير معكم هنا مع مبى الداني لأحمد بن سالم بن علي بن مصبح بن صميط، من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني العابر حمد بن محمد بن السيل بن عويضان العامري، ويأتي القيادي على المركز الثالث علي بن سعيد بن مبارك الزرعي، من ينطلق على المركز الخامس بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء المميز الجميل بهذه الانطلاقات والتحديات. نتابع المركز الرابع هنا بهذه الانطلاقة، تابع المركز الرابع والتحديات الجميلة والوصول من الجارح العينة بن محمد بن نشيرة العامري، من ينطلق على المركز الرابع وخامس مراكزنا. قاصد فالح بن ياسر بن فالح الشامسي من يقدم لنا قاصد هذه الانطلاقة، ومن الجانب الآخر هناك الوصول والتحديات في هذه اللحظات. من هنا ملفي ملفي خليفة بن غدير بن حمدان لوهيبي، من يأتينا سادسا. والمركز السابع المركز السابع علي سالمين بن محمد بن سالمين العامري مع علي بهذه الانطلاقة، وعلى المركز الثامن المركز الثامن متعب حمد بن الشدي بن حماد لقتبي في هذه الانطلاقة. المركز التاسع المركز التاسع والوصول في هذه اللحظات على تاسع المراكز، شعار بن زيتون من يأتينا مع عنيد حمد بن عوض بن زيتون المهيري على المركز التاسع. والمركز العاشر المركز العاشر من الجانب الآخر والمنطلق مشاهدينا الكرام بهذا الأداء المميز الجميل وانطلاقتي وتحديات هذا الأداء هنا، مياس النايع بن راهد بن سيف بن سالم مشاوي، من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى ما بداني على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. ما بداني المنطلق على صدارة هذا الشوط، أحمد بن سالم بن علي بن مصبح بن صميط من يقدم على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. إذا ما بداني المنطلق على الصدارة وعلى المقدمة هناك بانفرادة جميلة. المركز الثاني يأتي القيادي علي بن سعيد بن مبارك الزرعي، من يأتينا هنا على المركز الثاني. والمركز الثالث مع العابر حمد بن محمد بن السيل بن عويضان العامري، ووصل قاصد فالح بن ياسر بن فالح الشامسي، هناك ملفي خليفة بن غدير بن حمدان لوهيب القادم على المركز الخامس في هذه الخماسية الجميلة. وسادس المراكز هناك المنطلق الجارح العينة بن محمد بن نشيرة العامري، من يقدم بهذه الانطلاق والتحدي. هناك متعب حمد بن الشدي بن حماد القتبي المنطلق بهذا الأداء الجميل والتحديات الجميلة، هذا الأداء وفي هذا التحدي الجميل. الوصول مشاهدينا الكرام هناك
أرى والقادم شعار بن سالمين هناك مع علي سالمين بن محمد بن سالمين العامري القادم بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل. ها هي الأسماء المنطلقة لنا عودة هناك مع صدارة لنا عودة مع ما بداني على الصدارة ما بداني على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور ما بداني أحمد بن سالم بن علي بن مصبح بن صميط وعلى الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر بن صميط على صدارة هذا الشوط. ملفي القادم بهذا الأداء ملفي خليفة بن غدير بن حمدان لوهيبي قادم على المركز الثاني والمركز الثالث القيادي هناك علي بن سعيد بن مبارك الزرعي هنا من يأتينا على المركز الثالث مع الكيلومتر الأخير ولكن ما بداني على الصدارة. يلا يا بن صميط هنا المسيطر على الصدارة المسيطر على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل هنا ما بداني أحمد بن سالم بن علي بن مصبح بن صميط من يأتي على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط يسيطر على زمام الأمور ولكن ملفي على المركز الثاني يبغي يلفي بالفوز وبناموس. هنا خليفة بن غدير بن حمدان لوهيب من يأتي على المركز الثاني ولكن ما بداني لازال على الصدارة ما بداني على المقدمة وعلى المركز الأول وصدورة هذا الشوط ما بداني. هنا أحمد بن سالم بن علي بن مصبح بن صميط هو المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول ملفي على المركز الثاني خليفة بن غدير بن حمدان لوهيبي الله ما بداني وملفي ملفي وما بداني ما بداني لازال صامد على الصدارة وملفي ملفي هنا قودم يبغي النقطة الثانية هالي بنية يبغي النقطة الثانية هالي بنية بهذا الانطلاق ملفي إذن ننتزع الفوز والناموس للمرة الثانية بشعار خليفة بن غدير بن حمدان لوهيبي تهانينا والناموس المركز الثاني ما بداني أحمد بن سالم بن علي بن صميط العليلي من أتاني المركز الثالث ولحظة الوصول على ثالث المراكز بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل وصل هنا السفير محمد بن فارس محمد الخاطري هناك القيادي علي بن سعيد بن مبارك الزرعي وعلى المركز الخامس شعار بن عويضان من أتى مع العابر حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري نعود مشاهدينا الكرام هنا إلى إذن ملفي 7:40 سبعة من الأجزاء من الثانية تهانينا والناموس على فوز ملفي غدير خليفة بن غدير بن حمدان لوهيبي تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني ما بداني قدم عرض يشكر عليه تهانينا لأحمد بن سالم بن علي بن مصبح بن صميط على هذا الفوز 7:41 وفاء وتماما وكمالا. أما المركز الثالث فكان من نصيب سفير سالم بن مصبح بن تعيب لقتبي من أتانا على المركز الثالث لينا لو ناموس على هذا الفوز. تهانينا لجميع الفائزين بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر والآمال متجددة مع كل انطلاقة في هذا